أهلا بيكم في الحلقة الثانية من هندسة مدنية وبس، مرحلة تجهيز الموقع. قبل البداية في تجهيز الموقع يجب مخاطبة جهاز الحي التابع للمشروع علشان توقيع نقط المساحة اللي بتحدد حدود ملكية الأرض قبل البداية في أي عمل تنفيذي للمشروع، وبيتوجه مهندس المساحة من جهاز الحي ومعاه كل الأجهزة المساحية لأرض المشروع، وبيقوم بتحديد نقط حدود الملكية باستخدام جهاز التوتال ستيشن، وده بإدخال النقط اللي بتمثل حدود الملكية. وفي حالة زيادة المسافة بين النقط المساحية لحدود الأرض بيقوم بوضع نقط مساعدة كل مسافة ثابتة. بعدها بيتم تحديد السفر المعماري للمنشأ، وهو في العادة بيكون منسوب الرصيف أمام مدخل المبنى، وبيتم توقيع أي مناسيب إنشائية أو معمارية بالرجوع لمنسوب الرصيف. ولو ما كانش في رصيف في المكان ده ممكن نحترم منسوب الطريق الأقرب لمدخل المنشأ. بيقوم مهندس الموقع بعمل ميزانية شبكية عن طريق المشرف القائم بالأعمال المساحية اللي هو المساح باستخدام جهاز الميزان والقامة، وبيتم فيها أخذ مناسيب لنقط متعددة للأرض الطبيعية واللي بتكون على هيئة شبكة وهمية جريد، وحساب متوسط منسوب الأرض الطبيعية لأرض المشروع، وبيتم تسليمها لاستشاري المالك لمراجعتها واعتمادها منه علشان ترفق في نموذج حصر كميات الحفر والردم عند تقديم الحصر. إذا ما تمش عمل ميزانية شبكية للأرض الطبيعية وتحديد متوسط منسوبها واعتمادها وتم البداية في أعمال الحفر، مش هتقدر شركة المقاولات إنها تثبت حقها في حصر كميات الحفر. خطوات عمل الميزانية الشبكية: بنقوم بشد خيط في الاتجاه القصير على سبيل المثال، بعدها بنقسم الخيط مسافات متساوية كل 5 متر طوله، ونعلم عند كل مسافة بفتلة خيط أو أي علام مناسب. بنبدأ من أول حدود ملكية الأرض ونجيب عامل ومعاه شكارة جير، ونحط حفنة من الجير عند كل علامة خيط، وبعد الانتهاء من الخيط الأول بيتحرك العاملين مسافة 5 متر ومعاهم الخيط، وبيقوموا بنفس العمليات مرة تانية. بنكرر العملية دي لحد ما نوصل لحد الملكية المقابل، وبعد كده بنجيب ميزان القامة والتأكد من تاريخ معايرته بالشهادة المرفقة مع الميزان، وبعدها بنثبت الميزان وبنتأكد من ضبط أفقية الجهاز باستخدام المسامير الثلاثة المتحكمة في عملية الضبط. بعدها بنقوم بأخذ قراية القامة فوق منسوب السفر المعماري لمعرفة منسوب سطح الميزان أو خط النظر عن طريق المعادلة. منسوب سطح الميزان بيساوي منسوب السفر المعماري زائد قراية القامة. نرسم كروكي لشكل الأرض ونقسمها لمجموعة مربعات 5 متر في 5 متر، مش مسافة ثابتة ولكن حسب طبيعة الأرض المراد رفع مناسبها. وبعد كده بنجيب عامل بيمسك القامة وبيتحرك على كل نقطة في الطبيعة عند علامات الجير، وبناخد القراية ونسجلها في الرسم الكروكي. بعد الانتهاء من أخذ القرايات بنقوم باستبعاد النقط الشاذة في القياس الأكثر من 5 سنتي على سبيل المثال. بعدها بنقوم بحساب متوسط منسوب الأرض الطبيعية عن طريق المعادلة. متوسط القرايات بيساوي مجموع القرايات على عدد القرايات. متوسط منسوب الأرض الطبيعية بيساوي منسوب سطح الميزان ناقص متوسط القرايات. في بداية المشروع وبالاستعانة بلوحة الموقع العام بيتم تحديد الآتي: أماكن المنشآت الدائمة والمنشآت المؤقتة اللي هيتم احتياجها خلال مدة تنفيذ المشروع زي كرفانات المهندسين والمشرفين والصنايعية، والحمامات والكانتين والعيادة والمصلة، توفير جميع الإداريات اللي هيحتاجها الأفراد في تأدية مهامهم، وقنوات الاتصال ما بينهم زي أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصوير واللاسلكي والفاكس والإنترنت وخطوط الهواتف الخلوية، تحديد مصادر المية والكهرباء الدايمين للمشروع واللي هيتم الاعتماد عليهم بشكل رئيسي في تنفيذ بنود الأعمال، ولو مش متوفرة بنقوم بإحضار مولدات كهربائية ذات جهد عالي كبديل لمصدر الكهرباء، وعمل خزان بالطوب الأسمنتي أو إحضار خزانات بلاستيكية جاهزة تكون دايمة في أرض المشروع وحتى الانتهاء منه، مع إحضار مطور مياه لرفع المياه في الأدوار العليا، عمل طرق ممهدة داخل الموقع باستخدام اللودر والجريدر، تحديد أماكن ثابتة للتشوينات وهي مواد البناء اللي بتتورد للموقع بكميات كبيرة زي الأسمنت والرمل،
والسن والطوب والحديد وخلافه، تحديد أماكن المخازن وتوضع بيه الخامات غالية الثمن واللي بيبقى سهل سرقتها زي خامات الكهرباء والعزل والسباكة ومواد التشطيب التانية. احضار شانون وهو دولاب لحفظ الملفات والمستندات واللوحات وتغليفهم لتلاشي تعرضهم للتلف. التصوير الرقمي المتكرر للأعمال المنفذة بالمشروع وحفظها كمستند لعرض مراحل تقدم المشروع، وإن لزم الأمر الرجوع ليها وقت الحاجة. بيتم عمل إحاطة لأرض المشروع كاملا بسور صاج ووضع لافتات احترازية احذر منطقة عمل، تعليم حدود أرض المشروع بكمية من الجير ويتم توصيلها بالنقط حدود الملكية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا التانية من هندسة مدنية وبس، ولينا لقاء في حلقات. مرحلة الأعمال الترابية: الحفر والردم والإحلال، تقرير الجسات، وهي وثيقة مهمة لكل من مهندس التصميم الإنشائي ومهندس التنفيذ، وبيقوم بإعدادها استشارة التربة والأساسات المعتمد من المالك أو الجامعات المصرية المعروفة، وفيها بيتم أخذ جسات من تربة الموقع لتحليلها في المعمل ومعرفة نسبة مكوناتها وقدرة تحملها والحلول المناسبة لمواجهة مشاكلها. بتتعمل الجسات دي بعد عمل التصميمات المعمارية وقبل عمل التصميمات الإنشائية، وبتكون على نفقة المالك. بنجيب مكانة الحفر البريمة للموقع ونقوم بحفر الجسة بقطر 15 سنتي وبعمق ما يقلش عن 10 متر. بيعتمد عمق الجسة على وزن المنشأ المقام على التربة. بنقوم بأخذ عينات من كل عمق 1 متر من الجسة، وفي حالة إذا كانت التربة غير متماسكة بيتم وضعها في أكياس بلاستيك، ونقوم بكتابة بيانات العينة على كيس البلاستيك من الخارج زي رقم الجسة، تحديد العمق من وإلى، تاريخ أخذ العينة، وغيرها من البيانات اللي بيحتاجها المعمل. وفي حالة إذا كانت التربة متماسكة بنقوم بتغليف العينات الأسطوانية بالشمع ووضعها في أكياس بلاستيك للحفاظ على محتوى الرطوبة جوه العينة، وعمل باقي الخطوات السابقة. احتياطات أخذ الجسات: أقل عدد من الجسات لمسطح المبنى الواحد بمسطح 300 متر مربع بيكون 2 جسة، ومع زيادة مسطح المبنى كل 300 متر بنقوم بزيادة عدد الجسات. بيتم توزيع أماكن الجسات على سطح المبنى بمسافات منتظمة، وفي حالة عدم تجانس التربة بيتم زيادة عدد الجسات علشان تشمل مسطحات التربة المختلفة. ويجب أن الجسات تخترق جميع أنواع الردميات والتربة الضعيفة والعضوية والطفلية لحد ما تصل للتربة الصالحة للتأسيس. وعند وجود طبقات متحجرة سميكة سطحية يجب اختراقها بالكامل ومعرفة أنواع التربة الأسفل منها علشان التأكد أن ليها قدرة على تحمل الأعمال اللي فوقها، التأكد أن أماكن الجسات داخل حدود المبنى، معاينة الموقع ومعرفة تاريخ أخذ العينات، أخذ صور فوتوغرافية للجسات بنوعيها الاستكشافية والتأكيدية، أهم البيانات اللي بيحتاجها مهندس الموقع من تقارير الجسات، نوع التربة، على مهندس الموقع أنه يكون على دراية تامة بنوع التربة اللي هيقوم بحفرها علشان يقدر يحدد نوع المعدة اللي هيحتاجها في عملية الحفر، قدرة تحمل التربة، وفي حالة إن كان المشروع مدينة سكنية على مساحة كبيرة بعدد منشآت تتجاوز المئات بتختلف قدرة تحمل التربة من منطقة للتانية داخل المشروع باختلاف نسب مكوناتها. وبناء على المعلومات الدقيقة دي بيقوم المصمم الإنشائي بعمل نموذج أساسات لكل منطقة طبقا لقدرة تحمل التربة المقام عليها، وده لتوفير التكلفة في تنفيذ أبعاد خرسانية كبيرة للأساسات ممكن تكون غير ضرورية نظرا لقدرة تحمل التربة الكبيرة. وهنا لازم مهندس التنفيذ يعرف قدرة تحمل التربة في منطقة العمارات المسؤول عنها، وبناء على ده بيحدد نموذج الأساسات المطلوب تنفيذه في المنطقة دي وعلى التربة دي. تالت حاجة نوع الأساسات المنفذة ومنسوبها، والمعلومتين دول بيهموا كل من مهندس التصميم ومهندس التنفيذ. وتعدد أنواع الأساسات المنفذة إن كانت قواعد منفصلة
أو لبشة، أو لبشة كمرية أو قواعد منفصلة على خوازيق. طريقة سند جوانب الحفر. قبل البداية في تنفيذ بند الحفر والوصول إلى منسوب التأسيس، بيحدد التقرير الطريقة الأنسب لسند جوانب الحفر المعرضة للانهيار، سواء كانت طرق مؤقتة أو دايمة زي الخوازيق السندة أو الستائر الحديدية، منسوب المياه الجوفية وطريقة نسحها. المشاريع اللي بيتم تنفيذها في مناطق ساحلية أو ريفية بتزيد احتمالية وجود مياه جوفية على أعماق قريبة من سطح الأرض، وعلشان كده يجب معرفة منسوب المياه الجوفية والطريقة الهندسية لنسحها لضمان استكمال الأعمال الترابية من غير وجود أي معوقات أثناء أعمال التنفيذ. مواصفات بند الحفر. معرفة حدود حفر المنشأ السكني والمذكور في تقرير الجسات، وهو عبارة عن رفرفة حد الحفر من أبعد أعد عادية في المنشأ في الأربع اتجاهات، وبيتم تحديد مقدار الرفرفة في تقرير الجسات، تحديد منسوب الحفر المراد الوصول إليه ومعرفته من تقرير الجسات، وهو عمق مقاس من السفر المعماري للمنشأ، معرفة نوع التربة المراد حفرها، وده المعرفة نوع المعدة الثقيلة الأنسب المستخدمة في تنفيذ البند، تحديد نوع ميل الحفر من تقرير الجسات إذا كان مايل بزاوية معينة بيختلف باختلاف نوع التربة، أو ميل رأسي واللي بدوره بيتطلب سند جوانب الحفر الرأسي لمنعها من الانهيار إذا اعترض أثناء عملية الحفر طبقات صخرية أو شديدة التماسك، على المقاول إنه يبلغ المهندس علشان يعين الطبقات دي ويحدد حجمها، وبعدها يقوم المقاول بتكسير الطبقات دي بالمعدات والشواكيش الهيدروليكية. إذا تجاوز المقاول منسوب قاع الحفر التصميمي، يجب عليه أن يملأ الحفر بالخرسانة العادية لحد المنسوب المستهدف، وبتحمل المقاول مصاريف الحفر الزيادة والخرسانة العادية واللي ملى بيها لحد المنسوب التصميمي. يجب أن يشون ناتج الحفر بصفة مؤقتة بعيدا عن موقع الأساسات، وبطريقة تجنب بقدر الإمكان نقله مرة تانية، وبحيث برضو ما يعقش استمرار العمل بصفة منتظمة. كثافة التربة في الموقع ما تقلش عن 95% عن أقصى كثافة للتربة في المعمل. تنفيذ عملية الحفر. المعدات المستخدمة في الأعمال الترابية: اللودر على عجل كاوتش بيستخدم في حفر التربة الرملية ونقل ناتج الحفر لعربيات النقل. الحفار على سير كاتينة بيستخدم في حفر التربة الطينية. الحفار بالشاكوش الهيدرولي، وهو نفس المعدة السابقة ولكن بيتم تفكيك الكبشة الخاصة بحفر التربة الطينية وتركيب الشاكوش الهيدرولي، واللي بيستخدم في تكسير التربة الصخرية شديدة التماسك والمتصلدة. البولدوزر، وهي معدة ضخمة بتقوم بأعمال تسويات في الموقع وإخلاء أي تضاريس مرتفعة عن منسوب الأرض الطبيعية. تمهيد لدخول باقي معدات الحفر. البوبكات، وهي معدة بتشبه اللودر ولكن بمقاس صغير، مناسب لأعمال الردم داخل المنشآت والأماكن اللي بيصعب على اللودر الكبير الدخول فيها. الهراس الميكانيكي، وهي معدة بيها اسطوانة أمامية وعجل كاوتش خلفي، أو أحيانا بيبقوا اسطوانتين، واحدة أمامية وواحدة خلفية، وبتستخدم في دمك التربة والوصول لأقصى كثافة ممكنة. الدكاك اليدوي بيستخدم في عملية دمك التربة ولكن لمساحة سطحية وقدرة اهتزاز أقل من الهراس. بنحضر المعدة المناسبة لنوع التربة والبداية في أعمال الحفر مع وجود شاحنات النقل الخاصة بنقل ناتج الحفر خارج الموقع وإلقائه في المقلب الإقليمي الخاص بالحي. دور مهندس الموقع أثناء إجراء عملية الحفر: متابعة ماكينة الحفر بالعين وهي بتقوم بدورها، تحذير سائق المعدة من الاقتراب من أي تمديدات كهربائية أو مائية مدفونة بجانب أرض المشروع، تحذير سائق المعدة من الاصطدام بأي عنصر خرساني لمبنى مجاور قائم. أثناء عملية الحفر بنحضر مساح ومعاه ميزان وقامة للتأكد من الوصول للعمق المطلوب بمعلومية منسوب الحفر ومنسوب السفر المعماري ومنسوب سطح الميزان. ممكن حساب طول القامة اللازم للوصول لمنسوب قاع الحفر من خلال المعادلة: منسوب سطح الميزان بيساوي منسوب السفر المعماري زائد قراية القامة، قراية القامة المستهدفة بيساوي منسوب سطح الميزان ناقص منسوب قاع الحفر. غمر قاع الحفر بالمية، مدة مناسبة لتمام تشرب التربة للمية
وبعدها بنستخدم الهراسات الميكانيكية واللي بيكون وزنها من 8 ل 10 طن لتقليل الفراغات من حبيبات التربة وجعل التربة مدموكة وأكثر تماسك، وده بعد تشرب التربة للمية. بيكون الدمك على مرحلتين، مرحلة في الاتجاه الطويل للأرض ومرحلة في الاتجاه القصير للأرض. استلام الحفر، بنقوم بإحضار ميزان القامة والتأكد من شهادة معايرة الجهاز، بعدها بننصب الحامل الثلاثي للجهاز وضبط أفقية الجهاز باستخدام مسامير القاعدة. نقوم بعدها بوضع القامة عند السفر المعماري ونقرأ على القامة لمعرفة منسوب سطح الجهاز، ونقوم بحساب قراية القامة المطلوبة بين منسوب سطح الجهاز وبين منسوب قاع الحفر. بعدها بنحط القامة عند منسوب قاع الحفر للتأكد من الوصول للقراية المطلوبة مع أخذ قرايات متعددة تشمل حدود الحفر، برضو قياس أبعاد حدود الحفر باستخدام شريط القياس الصلب واللي بتكون محددة مسبقا بلوحة الأساسات، وعمل تطهير لجوانب الحفر وإزالة أي تربة غير مرغوب فيها في الموقع وإخلاء المسطح تماما وجعله مستوي بقدر الإمكان. الاتفاق المالي، المتر المكعب، وبيتفق فيه المهندس مع مقاول الحفر على سعر محدد للمتر المكعب شامل أعمال الحفر والتشوين للمقلب العمومي. رقم 2، اليوميات، وهو الاتفاق على حساب يومية المعدة بحيث يكون حساب المقاول الإجمالي بيساوي يومية المعدة 8 ساعات فعدد اليوميات اللازمة لتنفيذ الحفر. المشاكل الفنية للأعمال الترابية، المياه الجوفية، وهي مشكلة معروفة مسبقا من تقارير الجسات واللي بيحدد منسوب المياه الجوفية والطريقة الأمثل لنسحها، انخفاض منسوب قاع الحفر عن المنسوب التصميم، ساعتها ممكن نزود سمك الخرسانة العادية أو زيادة ارتفاع أعمدة الدور الأرضي، مع الأخذ في الاعتبار عمل الحسابات التأكيدية اللازمة لضمان عدم انبعاج الأعمدة، وفي حالة أن زيادة ارتفاع العمود هتتسبب في انبعاجه ممكن نزود أبعاد قطاعات الأعمدة والرجوع للتصميمات المعمارية، علشان في حالة لو في تعارض زيادة تسليح الأعمدة وعمل كمرات ربطة في منتصف الأعمدة لتقليل ارتفاع العمود الحر المؤدي للانبعاج. طبر الإحلال هو أحد الحلول الهندسية لحل العديد من مشاكل التربة المراد التأسيس عليها بالموقع، ومن ضمن الأغراض الهامة لتربة الإحلال أو بنعمل إحلال في الحالات الآتية: تربة الموقع الطبيعية لا تصلح للتأسيس عليها إن كانت ضعيفة أو عضوية. ثالث حاجة، إذا كانت تربة الموقع انتفاشية نظرا للي فيها من طفلة ذات معامل انتفاش متوسط أو كبير على أعماق مختلفة من سطح الأرض، ولو بتوجد مياه جوفية على أعماق قريبة من سطح الأرض، في الحالة دي بيتم عمل تربة إحلال. بيتم استخدام سن 6 صافي لتشتيت الخصية الشعرية للمياه الجوفية نظرا لكبر حجم الفراغات بين حبيبات الركام للمقاس ده من السن، برضو في حالة عمق التأسيس اللازم لتنفيذ الأساسات على أعماق كبيرة من سطح الأرض، الأمر اللي بيتطلب عمل إحلال لرفع منسوب التأسيس لأعماق قريبة. مواصفات المواد الخام، الرمل والسن. الرملة الموردة المفروض أنها تكون ناتجة من المحاجر المعتمدة من جهة استشاري المشروع، ويكون لون الرمل أصفر زاهي، وحبيبات الرملة تكون خشنة، رملة حرشة، برضو يكون مقاس الحبيبات متدرج وما يكونش بيه كتل او مواد غريبة او عضوية، وان نسبة الاملاح في الرملة ما تتعداش الحد المسموح طبقا لتوصيات استشاري المشروع. بالنسبة للسن، السن المورد برضو يكون ناتج من المحاجر المعتمدة من جهة استشاري المشروع، لون السن ابيض مايل للرمادي، وفي الوان تانية للسن منها الابيض الناصع او البني الفاتح، وان نسبة البودرة الناتجة من تكسير حجر الدولميت ما تتعداش 5% من تشوينات حجم السن، وان حجم حبيبات السن متدرجة طبقا لمقاس السن المطلوب، وان ما يوجدش بيه اي اجسام غريبة او مواد عضوية او شوائب. مواصفات بند الردم والاحلال، بيحدد تقرير الجسات عمق طبقة الاحلال للوصول لمنسوب التأسيس المستهدف، تحديد حدود مسطح الاحلال واللي في الغالب بتكون مسافة رفرفة من أبعد قاعدة عادية للمنشأ، معرفة نسبة مكونات طبقة الإحلال من تقرير الجسات واللي في بعض الأحيان بتكون خليط من رمل وسن 2 وسن 6، معاينة طبقة الردم اللي جاية من خارج الموقع وإنه يكون نظيف ومتدرج وخالي من المواد العضوية،
والأحجار الكبيرة حسب تقرير الجسات. بيتم الردم على طبقات متتالية وبيتم تقسيم طبقات الإحلال طبقا لقدرة الهراس المستخدم في عملية الدم. أقل طبقة إحلال بيسمح بدمكها هي 25 سنتي، ولا يجوز استئناف العمل في الطبقة التالية إلا بعد نجاح اختبار ضبط الجودة للطبقة الأولى واللي هو الساند كون تيست، وفي حالة تعطل الأعمال لأي سبب أثناء تنفيذ طبقات الإحلال أو الردم يجب على المقاول إعادة اختبارات ضبط الجودة للطبقة الأخيرة ورشها بالمية ودمكها إذا لزم الأمر. نسبة الدمك ما تقلش عن 95% من أقصى كثافة. تنفيذ واستلام بند الردم والإحلال، بنقوم بحساب كميات الرمل وسن 2 وسن 6 المستخدم في عمل تربة الإحلال، نحسب تكعيب الإحلال واللي بيساوي عمق الإحلال في مسطح الإحلال، بنطلب الكمية المحسوبة من مورد السن والرملة المعتمد من المالك. بيتم تشوين مكونات تربة الإحلال للمكان المخصص للتشوينات في الموقع. بيتم حساب تكعيب كل طبقة إحلال بارتفاع 30 سنتي وبكامل مسطح الإحلال. بعدها بيتم أخذ مكونات تربة الإحلال من مكان التشوين اللي هي الرمل وسن 2 وسن 6، وفي الغالب بتكون بنسبة 1:2:3، وخلطها باستخدام الحفار وتقليب الطبقة خارج مسطح الحفر. بعدها بنستخدم لودر على عجل كاوتش لنقل خلطة الطبقة الأولى من الإحلال لمسطح الحفر، وأثناء نقل الخلطة لمسطح الحفر بنجهز الميزان والقامة للوصول للمنسوب المطلوب للطبقة الأولى للإحلال. وبعد الانتهاء من عملية ردم الطبقة الأولى بارتفاع 30 سنتي بيتم غمر المسطح بالماء. بعدها بيتم دك الطبقة الأولى باستخدام الدكاك اليدوي أو ذات العجلات المطاطية. وبعد ما نقوم بضبط جهاز القامة بنقوم بقراية السفر المعماري، وبمعلومية قراية القامة ومنسوب السفر المعماري بنقدر نحسب منسوب سطح الميزان. بنقوم بحساب منسوب طبقة الإحلال الأولى من المعادلة، منسوب ظهر الطبقة الأولى للإحلال بيساوي منسوب التأسيس زائد سمك الطبقة. وبمعلومية منسوب ظهر الطبقة ومنسوب سطح الميزان بنقدر نستنتج قراية القامة المطلوبة والمراد أخذها. بنقوم بوضع القامة على ظهر الطبقة وأخذ القراية ومقارنتها بالقراية الصحيحة، ويراعى أخذ النقط بشكل منظم ومتكرر ويشمل مسطح الإحلال. بناخد عينات عشوائية من مسطح الطبقة الأولى لعمل اختبار الساند كون. إذا نجح الاختبار ونسبة الدمك تجاوزت 95% بنقوم بإجراء نفس الخطوات لعمل الطبقة الثانية من الإحلال. بيتم تكرار كل الخطوات اللي فاتت مع كل طبقة إحلال لحد ما نوصل للعمق المطلوب الكلي لتربة الإحلال. اختبارات ضبط الجودة للأعمال الترابية، اختبار لوح التحميل بليت لود تيست، الغرض منه هو معرفة قدرة تحميل تربة التأسيس واللي بيتم تنفيذه في الموقع للتأكد من قدرتها على تحمل أوزان المنشأ المراد تنفيذه. بنقوم بعمل الاختبار كل مساحة 500 متر مربع وتوزع بانتظام على مسطح الأرض. برضو بنقوم بعمل الاختبارات على منسوب قاع الحفر علشان نتأكد من قدرة التحمل ونسبة الدمك المطلوبة. اختبار مخروط الرمل الساند كون تيست، الغرض منه هو تحديد نسبة الدمك لتربة الإحلال ومقارنتها بالعينة القياسية في المعمل، ويشترط انها ما تقلش عن 95% من أقصى كثافة لنفس التربة في المعمل. وبتأخذ العينات كل 100 متر مربع وتوزع بانتظام على مسطح الأرض. وبكده تكون انتهت حلقتنا الخامسة من هندسة مدنية وبس، ولينا لقاء في حلقات تانية. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من القناة الشاملة، أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم.